أكبر. أخانا سي محمد مستاوي، ها أنت بيننا بعد أن أديت واجبك إزاء وطنك وإزاء زوجتك وإزاء أبنائك وإزائك وإزاء أحبائك وأصدقائك وصديقاتك في هذا الميدان الفني الساجد. قد عرفناك يا أخي محمد مستاوي، يا محمد مستاوي، يا أخنا، يا حبيبنا، يا عزيزنا، يا ابننا، منذ 78 سنة 1978 أنت تتقدم إلى امتحان لدخول مركز التكوين المسرحي في مسرح محمد الخامس، وكانت هناك نجلة كبرى من أكبر الممثلين، وأجزت الامتحان بجدارة قبل أن يفتح معهد عالي للفن المسرحي والتمثيل الثقافي. أنت وأخوك سي محمد خيي، رشيد الوالي، الجماعة كلهم أبنائنا، كلهم أبنائي. هذا عبد المذنب كنت كاتبا لهذه اللجنة، أمام عبد الله شقرون، إدريس السديري الله يرحمه، المجموعة ديال الفنانين كلهم شهدوا لك بالنبوغ، شهدوا لك بالبساطة. اسم على مسمى، مستاوي رجل بسيط، رجل محبوب، رجل مقبول عند جميع الناس. كلما أحل وكلما ارتحل كان يجد من يعانقه ويقبل رأسه ويتمنى أن يخذ صورة معه. ها هو رشيد، ها هو كبير رقاقنا الذي كان معنا في بغداد، وكان معنا في البصرة، وكان معنا في العراق، كنا في مهرجان بغداد، وكانت المسرحية التي قدمها عباس إبراهيم رحمه الله، عباس إبراهيم الذي ناضل وكافح وكون هذه المجموعة الشابة التي أصبحت اليوم نجوما متألقة في سماء المسرح والتلفزيون والسينما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ورسولنا عنك. صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله مصطفى الكريم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله 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 الله